أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم في برنامج عصر الشباب. برنامج عصر الشباب هو برنامج كل شباب مصر داخل حدود الجمهورية أو حتى خارجها. برنامج زي ما قلنا قبل كده هدفه التفتيش عن التجارب الشبابية الناجحة. برنامج بيفتش عن الشباب الموهوبين في أي مجال كان. برنامج بيفتش عن الشباب أصحاب المبادرات المجتمعية الناجحة. والنجاح الحقيقة بالنسبة لنا هو مقدار النفع اللي بيعود على الناس من المبادرات دي. دورنا هنا في برنامج عصر الشباب إن إحنا نكون زي المحطة اللي من خلالها نخرج التجارب الشبابية دي للنور، وإننا كمان ندعمها، لأنه في النهاية كله بيصب في مصلحة بلدنا، دولتنا الجديدة، جمهوريتنا الجديدة، جمهورية اللي فتح أحضانها لكل ولادها الشباب. على كل حال، على مدار ساعة إلا قليلا سأكون معكم مباشرة في برنامج عصر الشباب. أنا نانسي نور. كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق. إحنا لدينا شباب كثير وواعد، وبالتالي إذا استطعنا إن إحنا نجهزه ونأهله بنتيح له الفرصة. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له. افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. فشكرا لكم شباب مصر. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده وزي ما احنا عارفين والحقيقة ومتأكدين ان دايما ولادنا المصريين في الخارج رافعين راسنا وراس بلدنا وفخر لكل مصري في اي مكان في العالم. الحقيقة ان الاسبوع ده في استراليا تم تكريم دانيال نور الطبيب المصري الشاب، واللي فاز بجائزة شخصية العام فئة الشباب لدوره في علاج المهمشين او المشردين خلال فترة جائحة كورونا. دانيال نور انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية كطبيب قرر بالفعل انه يعمل مبادرة عبارة عن عيادات متنقلة او قوافل متنقلة، يعني مبادرة طبية بشكل عام عشان يعالج المهمشين والمشردين في ظل الظروف اللي فرضتها جائحة كورونا على العالم اجمع. يعني نقدر نقول عليه كده كأنه مثلا طبيب الغلابة بتاع استراليا. خلينا نتعرف عليه اكتر او على دانيال نور او الدكتور دانيال من خلال هذا العرض. Thank you.
الحقيقة أنا فخورة، ومش بس أنا، مصر كلها فخورة بدانيال أو دكتور دانيال نور، الطبيب المصري الشاب الفائز بجائزة شخصية العام فئة الشباب في أستراليا، واللي كان تم تكريمه عشان مبادرة إنسانية عظيمة من خلالها قدر إن هو يقدم العلاج والدعم النفسي للمهمشين أو المشردين خلال جائحة كورونا. والحقيقة إن إحنا هنا كمان بنتمنى نشوف داخل مصر كمان تجارب زي دي. والحقيقة كمان زيادة على ده، هي أكيد مصر مليئة بالشباب الناجح، أو كمان مليئة بالشباب اللي دايما حاسين بمسؤوليتهم المجتمعية ومش مقصرين أبدا. والحقيقة إن هم تابعناهم بشكل كبير جدا، وكانوا ظاهرين بشكل كبير جدا خلال جائحة كورونا. صحيح الدولة مش مقصرة من جانبها في علاج المصابين بكورونا، أو يعني دائما في مراقبة للمهمشين أو مثل هذه القطاعات من الناس اللي تأثرت بجائحة كورونا، ولكن الحقيقة إن احنا شفنا حجم قوافل طبية بتجوب كامل تراب الجمهورية. لكن بالتأكيد طبعا بنحتاج لمجهود الشباب أكتر وأكتر، وإن هم يبقوا ظاهرين في مثل هذه المجالات. طيب نروح بقى للموضوع اللي معانا بعد كده. والاسبوع ده اطلق معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول ايجيبس 2022 برنامج المهنيين الشباب الخاص لاعطاء طلاب الصناعه رؤيه واضحه للصناعه التي هم يمكن على وشك الانضمام اليها، للسماح لهم بالعوده الى جامعاتهم وكلياتهم مع رساله ايجابيه ضخمه بيتم نقلها الى زملائهم الطلاب. الحقيقة المعرض هذا العام بيقام في نسخته الخامسة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير 2022 في مركز مصر الدولي للمعارض. ومن المقرر أن يجمع البرنامج شغف ومواهب طلاب الصناعة والمهنيين الشباب والقادة الناشئين في موقع ايجيبس 2022. على كل حال خلينا نعرف أكتر، وللتعليق بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة التعدين والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا عليك، أهلا كل المشاهدين. مساء النور يا فندم. في البداية كلمنا عن أهداف برنامج المهنيين الشباب يا فندم. والله هو قطاع البترول يعني مازال يعني مهتم كثيرا بالجيل الشبابي اكثر واكثر كمان في اما في خلال خمس ست برامج. يمكن احد هذه البرامج هو اعداد القيادات الشبابيه للاداره، وجزء كبير جدا منها وهو اعداد جزء كبير من الشباب اللي هم في مجال الصناعات المتوسطه او الدبلومات الصناعيه او ما بعد الدراسات العليا او حتى التخصصات الاخرى من بقيه الجامعات، عشان تقدر من خلال فعاليات المعرض. المعرض ده يعني يمكن النسخه بتاعته الحديثه المره دي او المختلفه فيها المره دي هو دخول احد البرامج اللي بتعالج جزء كبير جدا من كثير من المهن اللي بيحتويها قطاع البترول المصري. قطاع البترول يمكن لدينا كثير من الصناعات، وخاصة صناعات إما ميكانيكية، صناعات مهنية، صناعات هندسية، صناعات حرفية. كثير من هذه الصناعات فيها كثير من المهن من خلال منظومة الصناعات البترول، سواء إذا كانت معامل التكرير المصرية بما لديها من صيانات وصناعات وأيضا تركيبات هندسية، وبما لديها أيضا من مواقع ومن حقول، وما لديها أيضا من معدات يتم استخدامها في عمليات الإنتاج وعمليات التكرير وعمليات النقل وعمليات خطوط الأنابيب وعمليات أيضا نقل واستقبال الخام وتخزين الخام. كل صحيح. هذه الآليات بتشمل برنامج كبير جدا يعطي فكرة عن قطاع البترول وكيف يمكن الدخول لهذا القطاع العريض الذي لديه كثير من الصناعات المهنية التي تعطي نوع من أسبقية الفكر الذي يتماشى مع الدراسة ونوعية توجه الدراسة نفسه، عشان نقدر نصل إلى مهنيين، إما مهنيين فنيين أو نسبة كبيرة جدا من خريجي الجامعات للتوجه لكثير من الصناعات لدى قطاع البترول. طيب خليني أفهم من حضرتك أكتر يا دكتور، يعني ربط شباب الصناعة بقطاع البترول بالشكل ده بيحقق إيه للشباب بشكل عام؟ بيحقق كثير من بنحقق فرص عمل، بنحقق ايضا نوع من الاستمراريه في ايجاد مهنيين مهاريين، لان زي ما قلت لك قطاع البترول بينقسم الى ثلاث اجزاء، يا اما جزء هندسي، جزء فني مهني، جزء اداري وجزء محاسبي.
الثلاث أجزاء بيمثلوا قاعدة عريضة لكل الشركات، ويمثلوا أيضا قاعدة عريضة للتركيب بتاع أي شركة من الشركات، سواء شركات قطاع البترول في مجال استخراج وإنتاج البترول، أو في الصناعات التعدينية من استخدام المعادن بكل أنواعها منذ الحصول عليها إلى الدرجة أو الفئة الأولى منها، ثم عملية التعدين الملحقة بها. إذن كل هذه الآليات سوف تكون من خلال برنامج، فده بيعطي منظور عريض لدى الشباب اللي هو شايف في قدرته وفي إمكانياته الالتحاق بهذا المجال في أي نوع من التخصصية، يستطيع أن يتداخل لإيجاد فرصة عمل مستقبلية ليه، وبالتالي ده تتماشى مع سياسة الفكر المستقبلي لبناء كوادر يحتاجها القطاع، وكوادر أيضا يحققها السوق البترولي. طيب. من كوادر الشباب المستقبل. دكتور، يمكن السؤال الأهم، أي حد دلوقتي بيتفرج علينا من الشباب بيتساءل إزاي من الممكن أن هم يشاركوا في برنامج المهنيين؟ البرنامج بتاع المهنيين هو بيتم من خلال الاشتراك من خلال الويب سايت بتاع المؤتمر، وبيكون هناك تأكيدات، لأن في جزء منها سوف يكون هناك زيارات يعني مسبقة لأماكن ومواقع العمل، وبالتالي لابد من عملية الدخول على الموقع وعملية الحجز، وبعد كده بيكون من خلال البيانات المطلوبة بيتم إعلام الشخص اللي يتم الـ 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 الاختيار عليه، وبالتالي سوف يتم إعطائه جزء من الأجندة ومهام المؤتمر في الثلاث أيام المتتالية. إن شاء الله يا فندم. أنا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الدكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة التعدين والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية. طيب، الحقيقة كنا امبارح كلنا بنحتفل بفوز مصر على المغرب، والحقيقة ان احنا لما الحماس بياخدنا او بنكون سعداء جدا بمنتخبنا المصري، في ظل هذا الحماس عينك بتلقط بعض المواهب الشبابية الناجحة في هذا المجال، والحقيقة انه فريق عمل البرنامج مشكورا بيسلط الضوء على موهبة كبيرة جدا، موهبة مصرية شابة في ملاعب كرة القدم الأمريكية. هذه الموهبة إن شاء الله كلنا متأكدين أنه هيبقى نجم مستقبل كتير في ملاعب كرة القدم، وهو ابننا إبراهيم رستم، لاعب كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية. إبراهيم بيلعب لنادي فيرجينيا ريفوليوشن الأمريكي، والأصبح هو كابتن الفريق ده تحت سن 16 سنة. إبراهيم اللي بيلعب في الدوري الأمريكي طموحه أن يكون أحد لاعبي منتخب مصر. خلونا نتعرف على إبراهيم من خلال هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. تمتلك مصر أكثر من 100 لاعب في رياضة كرة القدم محترفين بالخارج، بعضهم يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، لكنهم يفضلون اللعب للمنتخبات المصرية في الفئات العمرية المختلفة. دعونا اليوم نعرفكم على أحد المواهب المصرية في الملاعب الأمريكية. إبراهيم رستم صاحب 15 عاماً والمقيم مع أسرته بولاية فيرجينيا التي تبعد عن العاصمة الأمريكية واشنطن نحو 60 كيلومتراً، يمارس رياضة كرة القدم منذ نحو 7 سنوات، وهو قائد فريق فيرجينيا ريفوليوشن. كنت بلعب باسكت بول فترة، وبعد كده رحت وعمت مع فريق كبير نادي شنو سويمينج. بعد كده مرة سنين من السنين نزلت مصر، أنا بروح نادي السيد، ولما نزلت عندهم ملعب صغير، انا تقريبا كنت عندي 5 سنين، فروحت الملعب بتاع الصغيرين وقلت اجربها، يعني بدات الكوره ورجعت. والدتي كانت بتوديني الاول، كنت بلعب يعني on a low scale، وايفنشلي بقى رحت والمدرب جاء واتكلم مع والدتي وقال لها ان انا يعني كنت لعيب كويس، ودخلوني مع الفريق الترابل. ينقسم يومه بين متابعة دروسه في مدرسته الثانوية والتدريب مع ناديه، بالإضافة إلى متابعة مباريات كرة القدم في الدوريات العالمية. أصحى على الساعة 7 الصبح، طبعاً يعني أجهز نفسي، أكل، بعد كده أنزل المدرسة. هي دايماً بقى بعد المدرسة ببقى عندي تمرين ثلاث مرات مع الفريق، وببقى بروح الجيم، بحاول يعني أروح الجيم كمان، يعني الجيم مرتين او ثلاثة depending، ممكن سواء على الويك اند اروح مرة، وطبعا اريح يوم، وبعد كده يعني اليومين بقى في الاسبوع اللي انا ما عنديش تمرين بروح. طبعا حلمي اللي انا بس البلدي، يعني ده جول، يعني اكبر جول معايا يعني for me، طبعا that's the biggest goal. انا as far as I know انا لسه ما فيش توصلات مع المنتخب،
بس ان شاء الله انا يعني اللي في دماغي دلوقتي اللي انا يعني اكمل اللي انا اتمرن تبع اكمل تمريني، وان شاء الله الاوبورتيونيتيز دي هتيجي ان شاء الله. طموح غير محدود لشاب يمتلك المهارة والإصرار للوصول لمبتغاه بصنع وتسجيل الأهداف، يقوده شغفه وإيمان أسرته به للوصول إلى حلمه باللعب لأحد الأندية الأوروبية والانضمام للمنتخب الوطني المصري. كريم يسري، إكسترا نيوز، واشنطن. طبعا في البداية شكرا للزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز في الولايات المتحدة اللي أعد لنا هذا التقرير. والحقيقة أن إبراهيم رستم زي ما احنا شفنا موهبة إن شاء الله تكون كبيرة وليها مستقبل كبير في كرة القدم المصرية. والحقيقة أن احنا عندنا النموذج والمثل اللي أي حد بيلعب كرة تقول له عايز تبقى مين يقول لك الكابتن محمد صلاح، اللي الحقيقة شفناه امبارح بيلعب دور أساسي في أن منتخبنا الوطني يتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. سجل هدف وصنع هدف، قدرنا بيهم نتغلب على منتخب قوي وعنيد وهو منتخب المغرب. بتمنى طبعا من المسؤولين عن الرياضة في مصر أنهم يبصوا لإبراهيم وموهبته، الحقيقة أنا واثقة أن ده بالتأكيد هيحصل. طيب خلينا نكمل، ويمكن خلال الفترة اللي فاتت الدولة بتأكد باستمرار على دعمها للشباب من خلال التيسيرات اللي بيتم تقديمها لدعم مشروعات الشباب، ومنه طبعا الدعم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. النهاردة كان في ورشة العمل اللي بيتم تنظيمها من قبل جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة اللي بيقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020. وخلال الورشة المهندس رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قال إن جهاز المشروعات بيستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات في كل محافظات جمهورية مصر العربية. على كل حال خلينا نتعرف أكثر على التيسيرات المقدمة للشباب. عشان كده إحنا معنا دلوقتي على التليفون الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل ومتناهي الصغر. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. خليني أبدأ مع حضرتك عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب. عايزين نعرف الشباب اللي ما يعرفوش إيه هو جهاز المشروعات وإيه اللي بتقدموه يا فندم، اتفضلي. جهاز تنمية المشروعات هو الامتداد للصندوق الاجتماعي للتنمية، ولكن طبعا بإنشاء الجهاز حصل تطور أو تغير كبير جدا في نشاط الجهاز، وبقى مش مجرد تمويل، بقى فيه أجهزة، في حاجات تانية كتير جدا، 15 شيء اللي الجهاز ابتدى يقوم بيه، على رأسهم ريادة الأعمال والتسويق وسلاسل القيمة والدعم الفني وتقديم المزايا والربط وتقديم التيسير الإجراءات للحصول على التراخيص للشباب. فإحنا دورنا بقى أعم وأشمل بكتير من الأول من الصندوق الاجتماعي، ولينا طبعا دور توثيقي وشق تنفيذي، وغير طبعا إن إحنا لينا دور كبير جدا في وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية المشروعات في مصر. طب إيه يا فندم التيسيرات اللي بيتم تقديمها أو أهمها؟ الجهاز دلوقتي فيه العديد من التيسيرات، الحقيقة منها إن إحنا ابتدينا إن إحنا بنعرف الشباب بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، كل محافظة حسب طبيعة النشاط اللي فيها بنعرفوا إيه فرص الاستثمار المتاحة، بنساعده إن هو يعمل دراسة جدوى عن المشروع بتاعه اللي هو عايز يشتغل فيه، وعلى كمان الموقع الإلكتروني بتاعنا في بعض الإرشادات أو الدراسات المبسطة للدراسات الجدوى الاسترشادية اللي ممكن إن إحنا بعد كده نساعده إن هو يطورها. بنديله المشهورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات والمستلزمات للمشروع بتاعه إذا كان عايز يشتري الحاجات. بنديله دليل مبسط للسجلات المحاسبية والإرشادات وإزاي إن هو يتعامل مع الجهات. بنعرفه بمخاطر المشروع، بنشيكه بعد كده في المعارض بتاعتنا علشان التسويق، بنساعده في التسويق وفي التشبيك وربط مشروعاته بالموردين، بنساعده ان هو بنديه طبعا تدريب ازاي تبدأ مشروعك، ازاي تطور مشروعك، اذا كان عنده فكره بنقوله ازاي يطورها، واذا كان ما عندوش فكره خالص بندربه ازاي ان هو يشتغل عليها. طيب التيسيرات دي بتكون قاصرة على مشروع واحد ولا أكتر من مشروع يا دكتور؟ على مشروع واحد أو أكتر من مشروع، يعني ممكن الشاب يقدم مشروع واحد ويتم تمويله من قبلكم ولا أكثر من مشروع؟ وماذا لو حضراتكم ساعدتوه في أحد المشروعات وفشل لسبب من الأسباب، هل بيكون في إمكانية لتقديم ليه تيسيرات في مشاريع أخرى؟
اه طبعا، ولو فشل ان احنا بالاول بنشوف ايه سبب الفشل. احنا اولا بنتابع العملاء بتوعنا من الاول شهر بشهر واول باول، فاحنا يعني بنحاول على قدر المستطاع ان احنا ما نوصلش لمرحله الفشل. فاحنا بنحاول نبقى جنبه من اول المشروع خطوه بخطوه. ولو حصل ان هو مشروع ما توفقش فيه لاي سبب او اي ظروف خارجه عن الاراده، ساعتها احنا بنشوف ازاي نقدر نساعده ونديله تمويلات اخرى ان هو يقدر يقف على رجليه ويعمل مشروع اخر. طيب هل بيكون في تدريب او تاهيل للشباب اللي عايزين يبداوا او يعملوا مشروعات؟ وكمان الحقيقه في نقطه مهمه جدا، لو شاب جه لحضراتكم والحقيقه ان هو ما عندوش فكره مشروع، هل بتساعدوه في تقديم الفكره من الاول؟ اه طبعا، زي ما قلت لحضرتك ان احنا بندي تدريبات اصلا معتمده من منظمه العمل الدوليه، وعندنا مدربين معتمدين من هناك بيدوا للعملاء اذا كان عنده الفكره بيقولوا ازاي ان هو يطور الفكره وان هو ينفذها. ما فيش فكره خالص، في تدريب بيقول لك كيف تبدا مشروعك، وده بيبتدي يديله افكار علشان يقدر يخرج منها مبلور فكره معينه المشروع هو يكون عايز ينفذه. يعني الكل هيشتغل، حتى اللي ما عندوش موهبه هتعلموه برضه هيشتغل. بالظبط، اللي ما عندوش تمويل بنيجي بنقول له ايه شروط التمويل وامتى يقدر ياخد التمويل وامتى لازم يشتغل بموارده الذاتيه او امتى نبتدي يخش ان هو يطلب التمويل، وبنساعده في الدراسه اللي تساعده ان هو ما يتعطش. إذا كان محتاج تدريب بنديله التدريب علشان يقدر إن هو يبتدي النشاط اللي هو عايز يشتغل فيه. الحقيقة شيء رائع، والحقيقة ده يخلينا دايما نقول إنه جوه مصر الشباب ما عندوش أي حجة يقول بيها إن هو مش لاقي شغل أو إن هو مش عارف يشتغل يا دكتور. لا طبعا فعلا، خصوصا بعد صدور القانون 152 لتنمية المشروعات السنة اللي فاتت، حصل تطور كبير جدا في مجال المشروعات، وفي دلوقتي تضافر جهود كبيرة جدا من كل أجهزة الدولة لدعم هذا القطاع المهم جدا. وبالتالي بقى في تيسيرات وبقى في حوافز كثيره وعديده القانون حطها بحيث انها تخلي اي حد يقدر ان هو يتقدم وياخد المشروع. ودايما بنقول للشباب قدم لنا خطوه احنا هنجي لك 10 خطوات. والحقيقه ان دي اهم جمله، يعني فكره تتقدم بخطوه واحنا هنساعدك ب10 خطوات بعد كده. انا طبعا بشكرك على حديثك وعلى كل التفاصيل اللي حضرتك تفضلتي بذكرها، الدكتوره نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، على كل هذه الايضاحات واللي بالتاكيد وضحت كتير من الفرص اللي ممكن بالفعل الشباب يستفيدوا فيها. طيب الحقيقه دلوقتي هنروح لتجربه شبابيه جديده ورائعه، والمرة دي بقى هنا جوه مصر. محمد رحال شاب بيعمل مجموعة من الاختراعات، هي عشان بس نبقى أكثر دقة هنقول نماذج أولية لاختراعات كانت ملفتة للنظر، يمكن أهمها أنه عمل كف. هذا الكف إلكتروني، بيعمل إيه الكف ده؟ الكف الإلكتروني ده بيستخدمه الصم أو أصحاب الإعاقات السمعية، وهو عبارة عن كف بيلبسه الشخص في إيده وبيعمل بيه حركات، وكل حركة الكف ده بينطقها في شكل كلام. تعالوا نتعرف أكتر على محمد وهذه الفكرة الرائعة الحقيقة من خلال هذا التقرير اللي عمله لنا زميلنا في إسكندرية إبراهيم فوزي. صنع كفا إلكترونيا ناطقا لمساعدة الصم وصاعقا كهربائيا تستخدمه الفتيات حال التحرش في الشارع، ودرجة سلم تنير لمساعدة كبار السن وضعاف النظر عند الصعود أو النزول. فهو ليس عالما كبير السن أو مخترعا معروفا، ولكنه شاب ابن 20 عاما. محمد رحال الطالب بمدرسة الورديان الفنية المتقدمة في الإسكندرية عمل على اختراع قائمة طويلة من الابتكارات الذي يفاجئ بها متابعيه عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوه بالمخترع المجنون. بشتغل في البرمجة وبقالي أكثر من سنة ونص بشتغل في البرمجة، وبحاول أقدم مشاريع كده مبتكرة، أهمها كان عبارة عن كف مساعدة الأصم. لو واحد أصم موجود عندي فعايز يتحكم مثلا إن هو مش قادر ينطق، فممكن يتحكم عن طريق إيده عن الإشارات، الإشارات دي كلها بتتبرمج لصوت. فكرة المشروع عبارة عن إن هو بينقل الإشارات كلها عن طريق حاجة اسمها المايكرو كنترول أو الأردوينو، مجرد سنسورات بتبقى محطوطة على الإيد، والسنسورات دي كلها بتساعد إن هي تنقل الإشارات دي كلها لمايكرو كنترول تاني عن طريق الواي فاي أو طريق البلوتوث، والإشارات دي كلها بتترجم لصوت. وفي مشاريع كتيرة تانية، ومن أهمها كنت عامل برضه CNC. CNC تقدر إن أنا أتحكم فيها من مجرد حاجات بسيطة بعملها عندي ذاتياً،
واحط البرمجه مثلا على الكمبيوتر واقدر اتحكم بيها وارسم الشيء اللي انا عايزه. يهدف الشاب العشريني الى تسهيل الحياه على الجميع وان تكون ذات نفع للعديد، ولكن بعض الافكار التي يسعى محمد الى تنفيذها تحتاج الى دعم بشكل اكبر لترى اختراعاته النور. كان في مشهد زي الروبوت ارم او الروبوت متعدي الخطوات، ده عبارة عن دبابة تقدر تتحكم إنه هي تعدي أي خطر قدامها أو تقدر تشيل أي حاجز قدامها. اشتغل برضو عن طريق الواي فاي، فيها كاميرا تقدر تتحكم فيها كلها سمارت، طبعا الحاجات دي كلها سمارت وموجودة. وبرضو كنت عامل جهاز قياس نبضات القلب أو رسم تخطيط للقلب. الجهاز ده كان مكلف أكتر أقل من 1000 جنيه تقريبا. والفكرة إن شاء الله هي المشروع الكبير اللي أنا نفسي أعمله، هو عبارة عن عربية تسلا بتقدر تتحكم برضو تشتغل ذاتيا والحاجات دي. نسبة النجاح هي بتاعتها في شركة تسلا أصلا حوالي 80%، فإحنا لو عملنا نسبة النجاح اللي موجودة هنا تصنيع ذاتي ب 20% فده يعتبر إنجاز. بالنسبة إن ما عملتش المشروع ده فكانت التكلفة بتاعته عالية ومفيش دلوقتي تمويل. والفكرة التانية إن شاء الله اللي إحنا شغالين عليها ودي إن شاء الله هجهزها خلال الشهر اللي جاي، هو عبارة عن إيد. لنفترض لا قدر الله لو شخص ما عندوش إيد، فالإيد ممكن تشتغل عن طريق النبضات أو الإشارات المركزية في المخ، يقدر يتحكم بها ويحرك أصابعه زي ما هو عايز. ولو شخص كان أصم برضه ممكن يلبسه الجوانتي على الإيد البلاستيكية دي ويقدر يحركها والإشارات دي كلها تترجم وتطلع صوت. ليستمر الشاب العشريني في العمل على تنفيذ أفكاره التي يهدف من خلالها إلى خدمة من يحتاجها سواء من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة هي تجربة رائعة، اختراع أعتقد أنه متميز بدرجة كبيرة، مبهر فوق الرائع. فكرة أنه أصحاب الإعاقات السمعية أو الصم يكونوا لابسين كف إلكتروني يعملوا بعض الإشارات وبالتالي هذا الكف ينطق بما كانوا يشاوروا به، الحقيقة شيء يعني جميل ومبهر ورائع، وأكيد محتاج دعم كبير وشيء جديد من نوعه الحقيقة. وأكيد أكيد أعتقد أنه في الفترة الجاية حيكون في دعم كبير لهذا المشروع، وإحنا هنا في عصر الشباب يمكن بنعرض تجربة محمد اللي قال زي ما استمعنا في التقرير أن عنده أفكار كثيرة تانية بيشتغل عليها، وإحنا هنا بندعمه بشكل كبير جدا وبنتمنى أن تجاربه تخرج للنور. وكمان أنا متأكدة أن في من يهتم بهذا المجال، مجال البحث العلمي والابتكارات الشابة، والدولة حريصة الحقيقة كمان على ده وعلى دعم البحث العلمي في كافة المجالات، وبنتمنى أن يكون في اللي يقدر ويدعم محمد ويوصل أفكار اختراعاته لمراحل متقدمة وتظهر للنور. طيب هنروح لفاصل، بس قبل الفاصل خلينا يعني ننوه أو نشير أن احنا كنا عرضنا هنا تجربة المهندس محمود الكومي، المهندس المصري الشاب اللي كان فاز قبل كده بجائزة جنيف للاختراعات. محمود واللي كان كمان في منتدى شباب العالم الأخير عنده اختراع مهم جدا عبارة عن روبوت طبي لعلاج المرضى أو ما يسمى بروبوت كيرا زي ما هو قال قبل كده، غير أيضا اختراع آخر لروبوت بيعمل على المساعدة المعيشية فوق كوكب المريخ من خلال تحويل الأكسجين لمية. المهندس محمود الكومي هذا الأسبوع تم اختياره مرة تانية لتمثيل مصر في جائزة جنيف للاختراعات. طبعا احنا بنتمنى للمهندس محمود كل التوفيق في هذه المسابقه والفوز بالجائزه مره ثانيه، والحقيقه انه يعني هو احد النماذج الشابه اللي كلنا بنفخر بيها واللي بيسير الحقيقه على طريق مستقيم وناجح، وكنا سعداء جدا ان هو كان معانا من اول حلقاتنا وظهر بعد كده وتم تكريمه في منتدى شباب العالم، والان مره اخرى هو موجود في جائزه جنيف للاختراعات. بنتمنى طبعا الفوز ليه ويعود معانا مره اخرى في عصر الشباب عشان نتكلم على فوزه في هذه المسابقه ان فاز بيها، وبنتمنى له طبعا كل التوفيق. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل قصير، بعد هذا الفاصل الحقيقه معانا تجربه شبابيه ناجحة جدا، ولكن هذه المرة هي تجربة نسائية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية في برنامج عصر الشباب. زي ما حضراتكم بقيتوا عارفين أن الحقيقة برنامجنا بيدور دايما على أي مبادرة أو جهد شبابي طالما كان الجهد ده الحقيقة بيعود بالنفع على المجتمع. النهارده معانا تجربه مختلفه، تجربه شبابيه بتحاول تعرف الناس وتكلمهم وتوعيهم عن متلازمه داون واصحاب متلازمه داون وازاي بيتم التعامل معاهم بشكل جيد. والحقيقه ان الموضوع ده يعني
انا شايفاه مهم جدا، لان انا شخصيا بشوف حقيقي في اوقات كتير قوي سخافات او اساليب مش كويسه من البعض في التعامل مع اصحاب متلازمه داون او محاوله التقليل منهم، والحقيقه ان هو اصلا عكس اللي الدوله المصريه عايزاه واللي بتتحرك فيه لدعم ذوي الهمم وكيف يتعامل معاهم او بيدعمهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما شفنا قبل كده في عدد من المحافل الدوليه. احنا هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضه مع ضيفتنا الاء. الاء ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه. في البدايه عايزه اعرف بتدرسي ايه او دراستك ايه وعندك كام سنه الحقيقه؟ بس عندي 24 سنه، متخرجه من اعلام اكاديميه بحريه. يعني دراستي ما لهاش علاقه باللي انا بعمله دلوقتي. يعني انا اتخلصت من سنتين وبشتغل معيده في الجامعه، ويعني بشتغل كذا حاجه، يعني بشتغل معيده في الجامعه وبشتغل في معيده في جامعه كليه اعلام في اكاديميه بحريه، وبشتغل في مدرسه وبشتغل في سنتر بتاع سبيشال نيدز بورد. كل ده وانت عندك 24. اوكي دي حاجه كويسه قوي. طيب الحقيقه عندك على السوشيال ميديا بتقدمي فيديوهات للتعريف بمتلازمه داون، كلمينا شويه عن هذه الفيديوهات، وعايزه اعرف انت بتسلطي الضوء على متلازمه داون ولا بتسلطي الضوء على كيفيه التعامل مع اصحاب المتلازمه؟ بصي، هو الفيديوهات انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسلط الضوء على فكره انه هو عادي ان احنا يبقى عندنا شخص نعرفه، سواء بقى ابن، بنتي، اختي، ايا كان، عنده حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى داون، ممكن تبقى توحد، ممكن يبقى ايا كان ايه نوع الحاجه اللي عنده دي. يعني انا بتكلم في الداون عشان ده اللي انا فاهماه، او ده اللي انا يعني اختي عندها داون فده اللي انا بتكلم فيه، فده اللي انا عارفاه. لما درست شويه، يعني بعد ما خلصت جامعه درست في المجال بتاع السبيشال نيدز، فبدات افهم اكتر، فبقيت احاول اتكلم في حاجات اكتر بحيث ان انا اتكلم في اكتر من حاجه واحده. يعني بس كلامك في الفيديوهات مش نابع بس عن مع تجربتك من اختك، يعني طبعا دي كانت التجربه الاساسيه، ولكن انت كمان درستي في المجال ده. يعني انا اول، يعني مش اول ما خلصت، انا وانا في الجامعه في اخر سنتين بدات اخد كورسز، وبعدين خلصت وخدت دبلومه ان انا اعرف اتعامل يعني معاهم، عشان كمان لما خلصت اشتغلت في السنتر يعني، فكان لازم اوريدي ابقى دارسه شويه يعني. فكان لازم اعرف اكتر من حاجه، يعني معاملتي مع يارا حاجه، وبرده الاطفال الباقيين كل واحد بيبقى مختلف عن التاني يعني. فكان لازم ادرس عشان اعرف كل واحد اتعامل معاه ازاي. طب قولي لنا بتقولي ايه في الفيديوهات، او بتعرفي الناس على ايه في الفيديوهات؟ ايه النصايح اللي دايما بتقدميها للناس في الفيديوهات؟ يمكن هنعرض دلوقتي على الشاشه بعض الفيديوهات مع اختك يارا، هي صغيره في السن. هي 12 سنه. 12 سنه. بتقولي ايه، بتعرفي الناس ايه، ايه النصايح اللي بتديها لهم؟ بصي، انا في الاول كنت ببدا في الاول خالص، يعني اول الفيديوهات كنت بعملها كنت بتكلم فيها على ايه هو اصلا الداون سيندروم، يعني كنت بفهم او بوعي الناس اصلا ايه الداون سيندروم، عشان الناس كتير قوي بتبقى فاكره ان الداون سيندروم ده مرض وليه علاج، وبيبقى الناس فاكره ان هو مثلا مش عارفين يتعاملوا ازاي، المفروض يعملوا ايه، طب هما بيدخلوا مدارس عاديه ولا بيدخلوا مدارس ازاي، طب بيعيشوا ازاي. في الاول كنت ببدا يعني الفيديوهات بتاعتي كده، وبعد كده بدات اعمل فيديوهات مع يارا، ان احنا نعمل فيديوهات انا وهي بقى مع بعض، تبقى حاجه لذيذه، يعني حاجه اللي احنا بنعمل حاجه فور فن مع بعض، سواء بقى الفيديوهات دي تبقى مثلا بنرقص رقصه، بنغني حاجه، بنقول حاجه مع بعض كده بس. طب والناس بتتفاعل ازاي مع فيديوهاتك يا لينا؟ الصراحه يعني كل الناس اللي عندي يعني بتحبها، يعني كله دايما بيدخل يقول لي يعني اللي هو برافو كملوا، واحنا بنحبكم قوي وبنحب يارا قوي وكده. فبحس ان احنا ان انا بادي يعني اللي انا عايزه اعمله، ان انا اوري الناس انه في بوزيتيفيتي وفي امل يعني الدنيا. بس يعني اكيد في ناس تانية كمان بتقول لك انك بجد علمتينا ازاي نتعامل مع اصحاب متلازمه داون. بصراحه يعني في كذا حد دخل قبل كده، وفي ناس يعني ما اعرفهاش ولا اي حاجه، بيبقى مثلا عندهم اخوات برده بيدخلوا يقولوا لي احنا عايزين مثلا، يعني اللي هو بنحاول نقلدك في الفيديوهات ونعمل ده مع اخواتنا كده، فبحس اللي هو ببسط يعني. لقيتي في ناس فاهمه ايه هي متلازمه داون يا لا؟ في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه، يعني الاثنين موجودين يعني. الصراحه في ناس فاهمه وفي ناس فاهمه غلط يعني برضو. في ناس فاهمه مثلا ان هو بيبقى زي ما قلت مرض مثلا بيبقى ليه علاج، في ناس فاهمه انه في فيتشرز معينه مثلا لازم تبقى موجوده، مع انه مثلا لا مش لازم تبقى موجوده. ففي ناس فاهمه حاجات صح، وفي ناس فاهمه حاجات لا، يعني ناقصه شويه حاجات يعني. بس الناس بتتعامل ازاي مع اصحاب متلازمه داون يا الاء؟ او لما اختك بتنزل معاكي في اي مكان، ازاي بتتعامل معاهم الناس او مع قدراتهم العقليه المحدوده؟ بصي، في نوعين، في نوع بيبقى متقبل قوي وبيبقى شايف ان دي حاجه كويسه، وان يعني بيحاول على قد ما اقدر ان هو مثلا يوصل المعلومه مثلا ليورا او ايا كان الطريقه، يعني بيبقوا كويسين قوي. في نوع تاني
بيبقى اللي هو بقى كومنتات سخيفة، اللي هو هي بتعمل كده ليه، طب هي مش عارفة ايه. فاللي هو وبتردي عليهم ازاي؟ برد. بصي في الاول وانا صغيرة ما كنتش برد الصراحة، كنت بقعد عيط يعني، كان الموضوع بيبقى مؤثر قوي فيا. بس بعد كده لما كبرت يعني بقيت بحاول انه خلاص انا اوريدي اللي انا بحاول اعمله دلوقتي ان انا واعي الناس. فانا لما اي حد بيقول لي كده بوعيه، اللي هو حضرتك ليه بتقول كده، طب ما هي قاعدة هي عادي وبتتواجب معاك ومفيش اي مشكلة يعني. وبفهمه انه عادي، هي ما عندهاش حاجه، هي ممكن تبقى متاخره بس شويه يعني، هي المشكله ان هي متاخره يعني، هي فاهماك وفاهمه انت بتقول ايه وفاهمه انت عايز ايه وكل حاجه، وهتعمل لك اللي انت عايزه، هي بس محتاجه ان انت تبقى بالراحه شويه عليها بس. فبفهم بس يعني، بحاول ان انا اتكلم مع الناس، مش ببقى عايزه ابقى رخمه يعني. بس طب يعني خليني برضو اعرف منك يعني، لو انت دلوقتي مثلا بتفهمي حد ازاي ان هو يتعامل مع اصحاب متلازمه داون، ايه النصايح اللي بتديها له؟ ايه الخطوات اللي المفروض حتى تبقى اساسيه عنده في التعامل مع اصحاب المتلازمه؟ بصي هو مبدئيا فكره ان هم يعني انا لازم ابقى عارفه مثلا لو الشخص ده عنده 12 سنه، هو لازم ابقى عارفه عمره العقلي هو قد ايه. يعني انا مثلا يارا 12 سنه بس هي عمرها العقلي 7-8 سنين. فانا لازم ابقى عارفه وانا بتعامل، انا بتعامل معاها على اساس ان هي سنها 8 سنين مش 12 سنه، ده وانا بتعامل. اوكي ماشي. تاني حاجه مثلا الكلام، مثلا ممكن يبقوا متاخرين في الكلام، فلازم اوضح كلامي وانا بتكلم يعني. انا اختي برده مش بتتكلم قوي، فكلام على القد مثلا، مش لازم ادي اوردرات كتير، مش لازم اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، هي هتوه مني اصلا يعني. فبحاول ان انا اللي هو زي ما بقول الكلام، ادي اوردر معين مثلا. ده مين يعني؟ اوكي طيب. كنت عايز اسالك برضو يعني، اي حد او انا الحقيقه عايز اعرف هي كمان ازاي بتتعامل معاكي في الفيديوهات، او ازاي بيكون عندها قدره على التعامل معاكي في الفيديوهات، ولا ده بسبب طريقتك يعني اللي انت بتعرفي تتعاملي معاها؟ بس هي كيورا هي بتحب قوي الحاجات دي يعني، هي بتحب قوي بقى ترقص وتغني وتفتح الكاميرا من نفسها عادي وتصور نفسها وكده. فانا لما لقيت ده اصلا، ده اللي خلاني ابقى عايزه اعمل الموضوع الفيديوهات معاها، ان هي اوريدي حابه الموضوع يعني. فانا بقيت عايزه اللي هو طب ما يلا نعمل ده، وانت بتبسطي وانت بتعمليه، فليه ما نعملوش يعني. فمثلا لو في فيديو معين عايزه اعمله، بوريها الفيديو كذا مره، اقول لها بصي هم بيعملوا كذا واحنا هنعمل زيهم. ممكن لما نبدا الفيديو كل اللي انا بقوله ده ما يتعملش عادي جدا، وفي حاجات تانية بتتعمل، وبسيبها تعمل اللي هي عايزاه عادي يعني، لحد ما نوصل بقى يعني. ممكن نعمل مثلا الفيديو 10 مرات عشان نوصل للفيديو اللي احنا عايزينه عادي. بس الحقيقه الفتره اللي فاتت كان في دعم كبير قوي من الدوله لذوي الهمم. شايفه الدوله بتدعم ازاي ذوي الهمم او اصحاب الامراض، سواء كانت متلازمه داون او غيرها؟ لا بصراحه انا شايفه ان الفتره الاخيره فعلا بقى في حاجات كتير قوي يعني، زي اخر مؤتمر اللي هو بتاع قادرون باختلاف، لما برضو سيادة الرئيس يعني طلع وكده، هو بيحاول على قد ما قدر ان هو فعلا يعمل ده. ودي بالنسبة لي حاجة فعلا ما كانتش موجودة يعني، ومحتاجينها قوي في المجتمع المصري، لانه فعلا مش ناس كتير قوي عارفة تتعامل، وناس كتير قوي بتبقى فاكرة ان هم مكانهم البيت، او مكانهم ان هم ما يخرجوش او ما يتعاملوش ولا يشوفوا حد وكده. بالعكس ده بيخليهم يطلعوا ويطلعوا على المسرح ويتكلموا ويقدوا ويعملوا اغاني ومسرحيات، دي لوحدها حاجة تخليهم اصلا يبقوا عايزين، هم نفسهم يبقوا عايزين يعملوا حاجة يعني. انت شاركتي في منتدى شباب العالم النسخه اللي فاتت، احكي لنا طيب عن تجربتك في المنتدى، خاصه يعني ان المنتدى السنه دي تحديدا كان فيه نسبه كبيره منه بالزبط. من الحضور ذوي الهمم واصحابها دي. انا كنت رايحه اورجنايزنج، كنت رايحه شغل يعني، وما كملتوش للاخر يعني، كنت عايزه اكمل بس كان عندي شغل يعني. بس في الفتره اللي انا قعدت فيها يعني، اللي شفته بصراحه كان حلو جدا يعني، شفت فعلا وشفت كل اللي هم الناس السبيشال نيدز اللي جم وكده، شفتهم برده. حسيت ان هم اصلا نفسهم كانوا مبسوطين قوي وهم جايين كده طبعا. السوشيال ميديا بشكل عام يعني، يمكن انت دلوقتي بداتي يعني تعلمي الناس كيفيه التعامل مع متلازمه داون عن طريق السوشيال ميديا، شايفه ازاي قوتها وتاثيرها، وازاي قدرتي انت برضو تنتشري بشكل كبير ده وبالسرعه الكبيره ده يا آلاء؟ هو انا شايفه يعني، هو اللي خلاني اعمل الفيديوهات ده هو السوشيال ميديا، عشان حسيت ان دي اكتر حاجه هتبقى يعني. انا كآلاء دلوقتي ما كانش عندي اي حاجه اقدر اعملها غير كده يعني، ما عنديش اي وسيله تانية اقدر اقدم بيها اللي انا عايزه اعمله غير السوشيال ميديا. فكنت شايفه ان هي السوشيال ميديا اكتر حاجه هقدر ان انا اوصل بيها اللي انا عايزه اعمله يعني. وبجد هي فعلا، سواء بقى انستغرام فيسبوك ايا كان ايه البلاتفورم يعني، فهو بيوصل في ثانيه ان اي حد ممكن يشوف الفيديوهات، فده اللي خلاني ان انا عايزه اكمل فيه يعني. والحقيقه النقطه دي تحديدا تخلينا نقول دايما انه السوشيال ميديا قوه كبيره جدا،
وحلوه قوي الحقيقه لما نستخدمها في حاجه ايجابيه زي ما الاء بتعمل. شيء جميل جدا ان احنا يبقى عندنا هدف في كيفيه استخدام السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. نفسك في ايه لما تكبري يا الاء؟ حلمك بعد كده ايه؟ بتخططي لايه؟ هو انا نفسي افتح سنتر بتاعي يعني، ويارا تبقى معايا فيه، نبقى احنا الاثنين فيه يعني. وعايزه ان انا اخليه لكل الناس، مش عايزه بقى اللي هو احدد يعني سوشيال كلاس معين، لا عايزه الناس كلها تبقى بتيجي يعني عشان اقدر اقدم الخدمات اللي انا عايزاها لكل الناس يعني. ونفسي عامه كل الناس تبقى شايفه انه ذوي القدرات يعني، عادي ان هم يبقى عندهم حياه وان هم يعيشوا زيهم زي اي حد، ويروحوا مدارس، يخرجوا ويروحوا تمارين يعني. مش عايزه يبقى فيه بصه اللي هو الشفقه بقى واللي هو حرام بقى والحاجات دي يعني، بتعصبني قوي. لا عندك حق الحقيقه، لان هم يعني كل المشكله ان هم عندهم مشكله صغيره في حاجه بالزبط. معينه كل المطلوب مننا ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاهم، لكن في الاخر والحقيقه انه ده مش معلومه، هو ده تاكيد، هي الدوله بتكفل ليهم كل الحقوق كانهم يعني شخص سليم 100%. الحقيقه نسيت اسالك اهم سؤال، اهلك بيتعاملوا معاكم ازاي؟ ازاي بيدعموكي في يعني الفيديوهات اللي انت بتعمليها على السوشيال ميديا عشان تعرفي باخطارها دي المتلازمه؟ وليه ما شفناهمش في الفيديوهات يا الاء؟ الصراحه هو انا اصلا اخويا مش عايش معانا، عايش بره، فهو مش بيبقى موجود على طول، بس بدخل يعني بطلعه والله مش في الفيديوهات، بس بطلعه برده معانا يعني. ومامتي وبابايا بيدعمونا جدا 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 بصراحه، بس هما الاثنين بيشتغلوا ودكاتره، فمش عندهم وقت كتير ان هما يبقوا يطلعوا برده معانا يعني. بس هم كده كده حابين الفكره وعايزينها، وبيبقوا اصلا مبسوطين قوي لما ببقى مثلا قاعده بقى بره في الصاله مثلا بقول لي يارا يلا هنعمل فيديو، كلهم بيسكتوا بقى واللي هو خلاص احنا مش هنتكلم عشان الاقي يارا بيعملوا فيديو دلوقتي يعني. بس فهم بيبقوا حابين قوي يعني الفكره. موضوعات الفيديوهات يا الاء بتختاريها ازاي؟ بصي هو مش حاجه معينه يعني، انا ببقى بقلب واللي بحس ان يارا ممكن تعرف تعمله بحاول ان انا اعمله يعني، حتى لو حاجه صعبه بحاول ابسطها لها على قد ما اقدر ان هي تقدر تعملها. ساعات بقى على حسب يعني، ممكن الحاجات تبقى فور فن اللي هو احنا بنعمل حاجه معينه، وممكن تبقى مثلا انا عايزه اطلع اتكلم في حاجه على حسب. لو عايزه اطلع اتكلم في حاجه ممكن يارا تطلع معايا في الفيديو عشان اللي انا اوصله يبقى منطقي شويه ان يارا معايا فيه، او لو بقى في فيديو عادي يعني فور فن او كده فده كده كده بنعمله بقى يارا بتبقى مبسوطه فيه قوي يعني. دور الأب والأم في التعامل مع أصحاب متلازمة داون يا الاء بيبقى عامل إزاي؟ بصي أنا شايفة إن هما أهم دور بصراحة يعني. إحنا أول أصلاً معرفنا خالص، أول معرفت خالص إن يارا داون سندروم معرفتش بطريقة حلوة يعني، في المستشفى أصلاً قالوا لنا بطريقة وحشة جداً يعني، يعني قالوا لنا كلمة اللي هي متخلفة يعني، ما مش عارفة المفروض أقولها ولا لأ، بس يعني هما قالوا لنا كده يعني. فانا ساعتها ما كنتش فاهمه ايه ده يعني. وساعتها الشخص اللي اداني السبورت قوي انه عادي كانت مامتي، مامتي الوحيده اللي كانت شايفه انه فيها ايه، ايه المشكله، ما عندهاش حاجه، عادي هنتعامل عادي وهنتصرف وهنشوف هنعمل ايه وكل حاجه. فلو مامتي اصلا ما كانتش هي اللي قالت لي عادي، انا ما اعرفش ساعتها دلوقتي كنت هبقى عادي ولا لا، فاهماني يعني. بالنسبه لي مامتي هي اصلا اللي خلت الموضوع بالنسبه لي عادي يعني. لو هي كانت هتقول لي مثلا يارا فعلا عندها مشكله كنت هفضل شايفه ان يارا عندها مشكله، بس هي اصلا من الاول قالت لي لا يارا ما عندهاش مشكله، واحنا هنتعامل على اساس انه لو احنا شايفين ان في مشكله هنحلها، مش هنبقى شايفين انه بقى عندها مشكله ومش هنعمل حاجه. لا هنحل المشكله وهنتصرف مع بعض كعيله وهنشوف ايه اللي هيحصل بس. وهي من ساعتها بقى ويعني بنودي بقى جلسات بنعمل حاجات مش عارف ايه كلنا بقى مع بعض يعني. طب ومحيط الاصدقاء يا الاء، ومحيط اصدقائها هي كمان اصدقاء يارا؟ اصدقائي يعني واصدقائها بصي اصحابي بيحبوها جدا جدا، وعلى طول بخرجها معاهم وعلى طول بتحبهم يعني، اللي هو لما بتشوف اي حد بقى ايه ده حبيبه ايه ده مش عارفه كده بتبقى مبسوطه قوي. صحابها هي عندها صحاب كتير قوي في المدرسه وبتخرج معاهم وبيجوا لنا البيت وكل حاجه يعني، عندها عادي يعني ما عندهاش فكره انه مثلا مش عارفه تعمل صحاب او كده، لا هي عندها صحاب على طول وبترجع من المدرسه تحكي لي مثلا عملت ايه مع كذا وكذا وكده يعني. طيب الحقيقه انه زي ما احنا يمكن قلنا في بدايه الفقره انه الدوله دعمت بشكل كبير قوي ذوي الهمم، ايه اللي نفسك فيه تاني من تجربتك مع يارا تحديدا يعني؟ انت معاكي شخص عايش معاكي 24 ساعه اكيد بتتمني له دايما الحياه الافضل، بيبقى دايما في بالك حاجه نفسك الدوله تعملها لذوي الهمم يعني.
بس يعني حاسه ممكن ان احنا نزود الاماكن اللي بتقدم لهم خدمات، ومش لازم تبقى خدمات مثلا اكاديميه، يعني لان هم مش شرط ان هم مثلا يكملوا اكاديمي يعني، بس تبقى يعني انا حاسه ان في مصر الاماكن قليله ماشي، هم مثلا كم مكان يعني، ف اماكن بقى ان هم مثلا يروحوا عادي، يعني يروحوا من اول اليوم لاخره، يعني مثلا من الساعه 9 للساعه 4 مساء كانه يوم مدرسه مثلا، بس يروحوا مثلا يعملوا حاجه اللي هم بيحبوها، يعني مثلا يروحوا يرسموا، يروحوا يلونوا، يروحوا يعزفوا ايا كان. بس اعتقد في كده دلوقتي في انا قصدي بس نزودها، يعني نزود اماكن تبقى في كذا حته، يعني مثلا نبقى في مصر الجديده في كذا حته، في اكتوبر في كذا كده، يعني ده قصدي يعني. طيب الاء، انا الحقيقه زمايلي في الكنترول فتنوا عليكي وقالوا ان انت نفسك في يوم من الايام ان شاء الله تبقي مذيعه، والحقيقه ان انا بتمنى ان احنا نبقى زمايل في يوم من الايام. والحقيقه ان احنا هنا في عصر الشباب اكيد بندعم كل موهبه كده، انت عندك موهبتين، ان انت بتدعمي اصحاب متلازمه داون بفيديوهاتك، وان انت كمان نفسك في يوم من الايام تبقي مذيعه. البرنامج بتاعنا كل يوم اثنين الساعه 8 بالليل، فانا هسيبك تختمي الحلقه مع جمهورنا العزيز جمهور اكسترا نيوز. اتفضلي اختمها، يعني اختمي خلاص الحلقه خلصت. مكسوفة. طيب مش اوكي، وصلنا لنهاية حلقتنا في عصر الشباب النهاردة. كان معنا نموذج بيحاول يقدم الدعم لذوي القدرات الخاصة، وان شاء الله نشوف نماذج اكتر من كده الفترة الجاية، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.